أنا أعتقد أن مريض السرطان يجب أن لا يتحدث للناس عن مرضه. على العكس، حديث المريض عن مرضه وتبادل المعلومات يساعد بشكل كبير على معرفة المزيد عن المرض ومراحله، ويفيد الأفراد والهيئات المتخصصة في سرعة التوصل للعلاج. ولكن أعتقد أنه لا توجد علامات لمرض السرطان. خطأ، الكثير من أمراض السرطان تسبقها أعراض ودلائل تشير إلى المرض، والكشف المبكر عن المرض يساعده في علاجه. ولكن لا يمكن عمل شيء للوقاية من مرض السرطان. هذا غير صحيح، ثلث أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع أساليب صحية ووقائية. اللي عرفه أنه لا تتوفر الرعاية الصحية اللازمة لمريض السرطان. على العكس، من حق مريض السرطان تلقي العلاج والحصول على الخدمات الصحية الأخرى بأسرع وأسهل الطرق.